ايه الفرق اللي بينكم وبين المطربين اللي بيغنوا مثلا من بدو سينا او الفنانين سينا او فنانين الواحات؟ احنا عندنا حاجه اساسيه في الفن البدوي اسمها غنوت العلم، هذه لا عند الامازيغ عند عرب واحات سينا ولا عند الشرق. الشرق عندهم حاجه اسمها الدحيه او المربوعه اللي هي السقفه على الواقف. انتوا بتحاولوا بتاخدوا اغاني مشهوره وبتعيدوا كتابة كلام عليها وتقديمها للجمهور، صيغها بالصيغة البدوية. زي ايه مثلا؟ حاج عندي عمل لحن امورتي نسهر ما نمشي يلي ما بتسهر شي لا حبيبي. ده الاصل خدنا دول. عملت فيهم ايه؟ من دمعك يا عين قالت على الغيبين لو عاموا الاثنين في الحبس مساجين، حبس سنين طويلة لو يوم ولو ليلة حمل تقيل نشيله 27 سنين يا عيني.